مشي ياسر عرفات بدأ بالتنازلات، وأنا سميته في أكثر من موقف، قلت لهم ياسر عرفات في تنازلاته لإسرائيل يشبه الراقصة ستريبتيز، كلما تطلع على المسرح تشلح شيء من ثيابها، ولكن الفرق بين ياسر عرفات والراقصة ستريبتيز أن الراقصة كلما شلحت كلما بان جمالها، ولكن ياسر عرفات كلما شلح كلما بان قبحه. وأرجوكم أن تشاهدوه، أن تشاهدوه على التلفزيون حتى تتأكدوا من صحة ما أقول. لقد سلم كل أوراقه للعدو الإسرائيلي، سلم كل أوراقه. كان يأتي إلى اللاذقية يرجو الرئيس حافظ الأسد، يا فندم تعرف نحن ناس غلابة، نحن ما لناش حد، لا تتركونا. فقال له الرئيس حافظ: ومتى تركنا فلسطين؟ ومتى تركنا فلسطين؟ فما بحياته تركنا فلسطين، لكن ياسر عرفات هو الذي ترك فلسطين، وهو الذي جبنا وتجابنا وتخاذل في البيت الأبيض. كان علي أن يقول في البيت الأبيض أن القدس هي العاصمة الموحدة للدولة الفلسطينية القادمة، ولكنه في البيت الأبيض، ولكنه بدأ في البيت الأبيض كالكلب الأسود، كالقط الأسود، لم يجرؤ أن يمو بكلمة واحدة عن فلسطين وعن القدس. طيب ليش يا ابن 60,000 كلب، يا ابن 60,000 شرموطة، لا تلد القحبة إلا قحبا؟ ليش؟ ليش ما قلت أنت هيك؟ ليش ما قلت الكلام وأنت في البيت الأبيض؟ كلكم الآن تعرفون أنه يتآمر على القضية الفلسطينية، وحوله ركة من أبشع، من رأى عريقات، من رأى المكلبة التي تحيط بعرفات، يقول رحم الله النباش الأول، لأنه حوله فعلا ركة، كل مخروقين من الموساد الإسرائيلي، كل أصبحوا أصحاب منافع، أصحاب منافع، يطالبون بالاتفاق الواي ريفر. اتفاق الواي هو أن يعطوا الفلسطينيين 10% من الضفة الغربية، هذا الحلم الفلسطيني كله أصبح يتمثل ب 10% من الضفة الغربية، ومع ذلك القادة الإسرائيليون يتدللون عليهم، لأن الفلسطينيين باعوا القدس وباعوا الأمة العربية كلها في أوسلو.